في فترة من الفترات كان الناس الحكومة بيجيبوا الجثمان يعني فبالإسعاف فوقفوا فأجاتنا جسامين كثيرة يعني من العزل عن طريق التوك توك وعن طريق ناس أشخاص يعني جابوا جسامين عادية ببكاسي وفي اللي بيجينا بإسعاف برضو وفي يعني الناس اللي بتجي ذاتها يعني ما عنده زول ذاته عشان يجي يدفنوا ذاته معه يعني. الويف الأولى كان بيمشي العين بيطلع العيان almost بيجينا زول من العيلة حسي الويف دي العيان العيلة كلها يعني ده اللي كان راجل معه يعني دي يعني احنا حسي راجلين معنا في السنتر اثنين بيبقوا لبعض. الكورونا واحد من الأمراض اللي هي الوقاية فيها خير من العلاج. حاليا في الموجة الثانية العالم طبعا كله ما في إغلاق. نحن عندنا في السودان عموما الناس بقت تتعامل بصورة شبه روتينية مع الكورونا. يعني احنا تقريبا لو قلنا مثلا الموجة الأولى 7 شهور هسه احنا الموجة الثانية 2 شهر نحن ممكن نكون هسه قريبين جدا من انه نصل نفس الأرقام اللي وصلنا لها خلال 7 شهور. في بداية الكورونا المرة فاتت الأولى كانت منظمة يعني كان مرة في الهز الزول بيتوفى هناك شالوا من شبابنا ديل اللمون ولبسون اللبس الواغي الواغي بتاع الكورونا. لكن أما المرحلة الأخيرة دي كان فيها إهمال شديد جدا. واحدة من أهم المشاكل أو من المشاكل الكبيرة جدا اللي هنحنا بطبيعتنا وعاداتنا وتقاليدنا إنه المريض حقنا ما بنكون دارين نخليه براو. وأنا الحاجة دي شفتها في مراكز العزل كثير جدا. نحن مرات بعد ما نقوم نعمل نجهز الجثمان ونكون دارين ندفنه في ناس بصروا انه يشيلوا جثمانهم براهم. طيب اديك ابعد من كده نحن عندنا ناس بعد ما نكفنوا ويشيلوا جثمانهم بيرجعوا الحله ثاني بقوم بعيدوا له شنو الغسل والكفن. المشكله الثانيه اللي بتواجهنا انه في نقص في الاسطاف اصلا اسطاف الاطباء لانه صراحه البيئه غير جاذبه للناس تمام بالنسبه للاطباء والكادر التمريض وكل الناس دي. الوضع ماشي زايد ما في حاجه بتقول انه الوضع ده اسبوعين لقدام حينزل ما في وما في حاجه بتقول انه الكورونا دي طالعه من السودان قريب.